كنا بي حتى حدودات يا ربي تمارا نصيبك في عملك يا ربي تمجي دورنك تسمى يو سوري أحقاف معلوم أحقاف مك قومة يعني أوجيكو سا سر قومي عشان مش بينا بعصوان إدايات تتاق بس بلو ما بي سوري أحقاف أبي سورانكا مكية المكي مكرمة نازل بيه وهي 34 آية سيو تشار وقيل خمس وثلاثين هنك يقول ديه سيو بيج حمي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا مؤربون حميد قول إمام الجلال المحلي الله أعلم بمراته ويا قول تعالى شيء هذا كي يبي قول دهابت زانه ويا أساس العرق شيء دنابينا بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دا ودنابينا خدا دا هنكي إشارتي ببال هنكي تشتابا دكا ولتعرش تبير بيغمبر دكا هنكي تشتنا جير ببجا إنسان بين زانه دنابينا وخلق وياخد ناوي سورية وياخد تنزيل الكتاب نازل كرنا كتاب من الله العزيز الحكيم يوي خداي والعزيز غالب لسر هاتشتية الحكيم كو هاتشتية بحكمة دانية قد نزول الكتاب يوي خداي يعني كو القرآن كلام خداي قد تعالى نازل إتسال حضرت محمد عليه الصلاة والسلام كريه أو خداهم عزيزة غالبة مغلوبيتا ويتنا حكيمة شعبسنا هيك ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق خلقي على مدوكي اشتكو تنزيل جوي خدايا عزيز وحكيم نيه هل تشتوي بحكمة ليه دمكي ما خلقنا السماوات والأرض ما أرض وآسمان شيء نكرنا وما بينهما تشتك ودنا بين أرض وآسمان دا جهواي جباراني جتشت زبزة وميوة وفيكي وحيوانات وشهنة ما شيء نكر يا خلق ونكر إلا بالحق إلا خلقيتك حقي خلقيتك كم تلبس بحقي يعني خلقيتك حقي حقه وأجلين ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بتقدير أجل مسمى بتقدير أجلك بلية يعني كأبيا جدا ماوي حتى زمان يويكي بزمان يورا أو ليوك بكشكترا تشبه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبلد لله الواحد والذين كفروا محققك والذين كفروا أوانك العياذ بالله كافر موردون عما هم جمعك هاتنا في إنزار كرني كلام خدايا جويا ريا خدو بهزن بعصا حساب جزاء قيامته تكرني ناخذ بدنك كلام خدا طان بحصا إذا دريك تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي إلا خلقا ملتبسا بالحكمة والغرض الصحيح إشارتك كي بالحق باحف جارية بالحق ملتبسا بايا صفتي موصوفك محذوفك وخلقنا دبا مفعول مطلقش باش خلقنا ايضا مجازا وصفتي موصوفك محذوفك شيء خلقنا وصفتي خلقنا خلقنا مفعول مطلق حقيقيا بالحق مفعول مطلق مجاز بالحكمة والغرض الصحيح يعني ما خلقنا السماوات والأرض إلا خلقك خلقيتك كم متلبسة وحق حكمته
وبغرضك الصحيحة من يريد بقاتل ليونا حكمة فايدة هنا ولك العقل مرة إدراك مرة إدراك ما جرى نقصان بنك. إذا كنت بأجل مسمى وبتقدير أجل مسمى إشارتك بأجل يجي بحصة مضافك يا أو يعطر بسر بالحقيقة يا. يعني خلقية أرض واسمان بحقية وخلقية أرض واسمان بتقدير أجلك كم مسمى بلية تنتهي بجاء إليه ببالوي أجلي با حتى ويدري ويدامك ويدري شندا أودك شكك إلى وهو أو أجلي مسماجي يوم القيامة وجاء قيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون والذين كفروا عما أنذروا معرضون من هول ذلك اليوم حول خوف ترس هيبة ورجاء غيخو تبهز الذي أو رجع كل بد لكل خلق الذي رجب أما أنزل من هول ذلك اليوم الذي كل بد لكل خلق من انتهائه إليه لازم هر مخلوق كي شيك مخلوق به كسونيا ويورا ببال ويروش كو دنيا وخرابونا من بيجن يوشو داتي قيامة برابو إجا تبريكي عما أنزلوا معرضون يعني ريقو جويرو جي دبهيز جما أما أنزلوا يتشتكوا هاتنا في إنزار كرنا قرآن ريقو جي دبهيز لا يؤمنون به إمام قرآن ناين ولا يهتمون وإنهم ناضيك سواتك بالاستبعاد له لا يهتمون بالاستعداد له يعني أنم ناضيك وحاضر الغياء شراك بكن ويها أنم كيسا ناضيك حاضر الغياء شراك يعني عمل آخرتنا تشتكوا خدا أمردك أوياناك حتى طوامي أوامري خدا لجموان يا صاخن يا صاخي خدا جي سلبس ويجوز تشتكي دنجي جائزة والذين كفروا عما أنذروا أن تكون ما مصدرية ما موصولة به ما مصدرية به جملة تأويلة مصدرية به والذين كفروا معرضون عن إنذارهم ذلك اليوم إنذار وان يعني ترصى وان كمان بترسين الجوير وجه غي خدوا بهزن ناخذك بعد قيامة الباوان بك خلق عالمي ذبيكي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين قل يا حبيبي يا رسول الله ببيش أرأيتم يعني جمرة خبر ببيش جمرة وديتيكو ما تدعونا أو تشتكون جرى عبادتكن غازيوتكن كفوتكن أوان ما تدعونا جي من دون الله إش غير خدا تشتكون غازيوتكن وان مزن دكن اساس تريش جوارا دكن بس خودن سرف دوري دكن و دكن يعني جمشرك عفوا يعني جمشرك عرب في نفسه يعني خلق عالم لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحقين بالي من جم بيجا شمرا جم بيجا كي ماذا خلقوا من الارض يعني شو خلق شو ارضي شو خلق كرنا يعني حيوان دخل خيطة عرضة جيكي عايدين وان دخل خيطة ويدري شكي هي تمنى تشكي كنا يعني قندك شكي كنا يعني قندك برشكي جا عرضة مخلوقي وانا هي تمنى تمنى يعني أبلا مشيكم يعني عجبا بلا مشيكم في السماوات يعني آسمانا ده
ortakı kıvane ye. Yani mesela çiya ki ya çemeki ya çişki çekir ne no. İtuni bin zimra bi kitabin min qabl hada. Bin zimra bi kitab ki dibari ve Kur'an ede. Bin ku ku hulqiyet avan jihin ki jici ki arzı ede. Veya ortakı kıvane de asimana da heye zimra bi. او اثار يا شكونج علمج كتابك بين تنيه ده او اثارة من علم يا او علم بارك وتشتكي جوان علما ما به و جي اثرك جوان علم بارك ما به جوي اثري دان الاسلام دي بكو و بايك و دخل قيات عرضي ده ويا ارتخيك و عاصمانا ده هي هي كلام كن بينا إن كنتم صادقين كما واصبون بينهم دمك يتشتوى تنية ومثلا من عبن ضعيف عقل سيزي بعقل ونتوى وند أرض واسمانا دا ياشمشكن حياته خد أرواستكن أو خالق بوي أرضي بي آسماني وتوى تشكرية ونقهنادنا كلامي وي تبليغا بيغمبري وي ون جيد دور بكن إعراض بكن ونكي تشتنكا ودرمش كن فتك متكا تشتكن تحالي غي أفتشي غي يعني وني تواب نحالي غي تشتكو دريكي ما تدعروني أم لهم بكتاب من قبل إيتوني بكتاب من قبل هذا بكتاب من قبل هذا الكتاب وهو كتاب شكو القرآن يعني جمرة دباري كتاب كي جباري في القرآن دي كتاب كي دا كون نبيشي با كو أرتشكي واج عرضي شكر با ويا أرتاخي كي واج عاصمانا دا هبا دباري في كتاب دي كتاب كي دا تشتكي وسا هبا بين يعني أن هذا الكتاب الكتاب كوش محمد عليه الصلاة والسلام را سيد ما مظن ما را أتيا وحكرني ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك خبر ده بوحدانية خدا يك شريكي بنزلي تشتكي تنة وإبطال الشرك والشرك بطالة ورطاق مرتاقي جرتنة وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا هو ناطق بمثل ذلك نينة كتابك كنازل بباش طرف خده داش كتب خده توراة إنجيل زبور سعود إلا وهو أو كتاب ناطق بمثل ذلك ناطق بالتوحيد وناطق بإبطال الشرك الشركية سيدة آية سيدة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون آية تب يعني دعوة بيغمبرة تب يكبية توحيدة لا نشكو كده كده تبيكي هني تشتنى بدكش نعب مثلا تشتنى بدكش نعب جو وقت خدي تريك تشيكي تريك خدي هيليني حتى قيامتي خدي هيليني باش تشكي هيليني حتى انت اسلام دجي اول بيغمبر حضرت ادم عليه السلام حتى محمد حضرت سيدنا مظن ما حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تمام بيغمبر اعتقاد مسلسي تبيك دقش مالي شرعي او دقش اوي مالي وهو ناطق مشنا فأتيه بكتاب واحد منزل من قبله دبري قرآن دا شاهد بالصحة ما أنتم عليه وشاهده بدأ بالصحة أو تشتكوا أن سرنا أو تشتكوا سرنا جي من عبادة غير الله ومن عبادة غير خددك وتشتكام بظندك بوتكم بوتك موتك بوتك 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 أو أثارة من علم أثارة أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين يعني مايك علم بقيت أو ماي ماي عليكم مثلا ماي علوم الأولين أثرك كتابك ويا يازيك ويا بلجك كتشتك ماي كلامك ندرخن لحقك وإن الشريك رأى عبادة بكن أفن جكوتك رأى عبادة بكن وحقيته هي
وياخد خلقيتك يود عبد العصيمان هذا وطاقك يود عصيمان خلقيتك وتتشع عظيمة هي كلام كنت درس تذكي من علم من قولهم أو أثارة من علم من قولهم جبتنا عربة بسمينة الناقة على أثارة من شحم ولا الدبام ما شكوبية لسر أسرة يعني لسروي ماي أو بزي بيضا مابو أو لسروي بزي خو ده زيدا شكوبية يعني أو بزي بري زعيب وتيبا مابو هندك كي أو لسروي هندك بزي خو زعيب وتيبيا شكوبية مصم بيها أي على بقية الشحمين سر سمين بيا قلوبية سر مايا بزكي وكانت بها او بقيت او بناقته بابيه من شحم ذهبي شوي اوكي بدي شوي عايشة لسوي بدي شوي الماي بدي شوي ارسوي بدي شيشكو وقرئ اثارتي دبيكي او اثارتي نابجه او اثارتي أي من شيء أسرت جتيا أثرتم بي وخصصتم من علم من علمي يعني فاتوا بكتاب أو أثرة أو أسرت جتيا أسرة من شيء أثرتم كناتنا اختيار كرني به بشيء وخصصتم به وين بهاتنا اختيار كرني وين هاتنا بخاص كرني من علمي جي علمي لا إحاطة به لغيركم إحاطة بوي آثاري بوي علمي جي غيني وببا كسكي بحيطي ببا آية وجيت شيهبا نينة إحاطة جاء أو أثاري ويا كابوري أثاري كوي يوزايا كرام كنتاك تشكي تشكي وقري آثرتين أثرتين إسرتين بالحركات الثلاثي دهم زيدا في الهمدة دهس حركة مع سكون الساي سي ساكن آثرت أثرت إسرت فالإثرة بالكسر الكسرة همزي بمعنى الآثرت بمعنى آثرت أثرت شبو جو أثرت جو من شيء أثرتم وخصصتم به من علمي هذا معنى تشتكوا به عطبن اختيار كرني خاص كرني به أثرت أول فالإجارك والأس بمعنى فالأثرت بالكسر بمعنى الأثرت وأما الأسرة إجاب الفتح فالمرة من مصدر أسر الحديثة أو مصدر ابن مرية يعني أو أسرة يعني جاركي جي أسري جاركي نبو جاركي جي أسري أثر الحديثة معنويشة يعني الرواه أو جي بأثرة أسركي بين يعني روايتك وروايات كليا جباب وكارق وعبايق وياشنك وروايات كليا كلام كل رواياته إذا وأما الأثرة بالضم فإسم ما يؤثر أثرة وكي خطبة نافي أو ما يخطبو في خطابة كرني ما يخطبو بي في خطابة كرني بي نافي ما يأرجي نافي ما يكتب أسر كرني بي يعني كتب أسر جبو تشتكيبا خلق عالمي ومن أضل من يذكر من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلوا يا ربي يا ربي كلام ترى عظمة ترى يا ربي سبحانك وحمد سنا لك ومن أضل جبي إنساني ضحى ضلالة السطر كيه او كيه بأمان كيه
ممن جوان إنسانك يدعو عبادتك قاضي ذكر من دون الله قاضي ذكر جغين خدا قاضي كتك من لا يستجيب له قاضي ذكر جاوينات بباري سكنات بي فلان من بيضان من شنية من بوية من توابتي أوابتي أوابتي شبكي ها شكي بكتني لا يستجيب له إلى يوم القيامة حتى قيامة يدعو معنا يعبدو أزولان ومن أضل من يدعو يعني من يعبدو يعبد من لا يستجيب سيدنا عبادتك الدعاء ولا الدعاء جي عبادتك ولا دعاء جي عبادتك أدعو معنا أدعو معنا جديد ولا أحد أضل من يعبد من دون الله صناما لا يستجيب لدعائي سيدة بدقيقة وياك أو معناك هي فقط معنا واجد مصلحة يعني أوجد أمدية يعني من. يعني الدعاء كريم قاضي وان كبد حوارا ولا بإمدادا ولا وجه عبادتك مالش غير يكون إيكو خالقه مرد ومرد قاضي وان يعني. بل إنه سبرا عبادت تبرا دعاء بشتبوتا وهم أواني كو قاضي وان تين كريني عن دعائهم دعائي بان قاضي كروخا غافلون خبر سبب بغفلة الآية وانجد يعني قاضي وان دكين جيدوه أوابك أوابك فقط شكوه هبكن تنهي يوكي كم هيتو كو طبي شيطان دبا ميكي طبي كتا دبا وأرب من يبول سعلبان برأسي لقزل من قالت عليه إسرائيل ومن أضلو معنى الاستفهام فيه من أضلو ده إنكارو إن معنى الاستفهام إنكارو أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا من عبدة الأسلام إنكار ببه وان إنسانك ضلالتنا تمام وان ضلالتنا ضلالتشيا يكون ضلالت دنا إنكار ببه وان ضلالتشيا أبلغ دهام مبالغة ضلالن جهد ضلالت با دهام مبالغة وان ضلالت وان كزيرة تربة من عبادة الإسلام جوانب عبادتك جكوتكار يعني كوتك شدو برام بنا كوتك كابوتن كوتك كفرن كوتك دمرن آه كوتك شدو برام حيث جوان برا حقيقة دهات ضلالت اواني كو تطبيشي بوتاد بجوان ضلالت ضلالتر كسنية دي بالي حيث شمتي أبانا يتركون دعاء السميع المجيب القادر قادي عبادتي أو خداي قادي كرنا وي خداي كمجيبة جاوبا مرد مرد قادي كير جاوبا مرد القادر على تحصيل كل بغية ومرام وقدرته وي هي أو خداي قادر سر حصل كرنا تشتكو مرد بخوزة بغي طلبة بك وإرادة بك ويتشتي حرك تشتي كارا حاصل بك أتركا قاضي كرن وعبادتي ويبكن ويدعونا من دونه وقاضي كن عبادت بكن شغين خدا عبادتي شبكن جبادا جمادا لا يستجيب لهم أو عشقوا بكبروا دمروا شرطوا كنت جوابك والنادى جرى عبادت بكن زوان إنسان الضهاد ضلالت دا كسية ولا قدرة به لا يستجيب جواب نادى ولا قدرة به قدرة به ويبا جنينة على استجابة أحد منهم بجواب كتك زوان بدا بعد دامت الدنيا حتى الدنيا بجواب كده نقار الجواب أما الدنيا شو شندا بو قيامات وإلى أن تقوم قيامته حتى قيامة جرابه حتى رابني نقال أما وإذا قامت القيامة حتى قيامة رابو وحشر الناس تمام إنسانة شب محشر حضور رب العالمين كانوا أمام بوتكا دبن لهم جعابد خرى دبن شب دبن أعداء دبن دشمن شمر وانرا وكانوا عليهم ضدا وان بوتكا جبان عابد خرى دبن ضد ديوان نيار ديوان وليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة أبان عبدانين الدنيا والآخرة دا إلا لسر تعباك وعبادة جوارات كين وزرات كشين نخو
Evet, zirara olan karek gibiydi ki yöntüle zahmete ibadeti batıldı ki o zirari dinden koyu ibadeti gayri kudeye bir sebebi cehenneme ava. Yani dibin ev neked, dibin vaka dert juana nasıl seydan? Dibin huzursuzi, dibin dert juana neked neked. Dibin huzursuzi juana ya, ev ibadet kitna van ta'ba vana o ev ibadeti vana ve ta'bid binin o bu ibadeti ji icare zirara cehenneme edin, cehenneme edin. لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة وفي الآخرة تعاديهم وتشهد عبادتهم لا تتولاهم في الدنيا أبان فتكا وليتيا عابده خناك في الدنيا دا بالاستجابة في جوابك وان بدن سورنك وان حل بكن تشكي وان تزميش بكن واج مغدوريتك خلاص بكن جوابك يسانادن وفي الآخرة داخلة أبان فتكا تعاديهم مش منايا واندكن وتشحد عبادتهم وانكار اشمال عبادت كيف نكية والشيطان على عبادت يا فاتش ما امشي مخلوق خدينا وتما جمارك يا شيطان ما نشتاب وين ضايق الشكرني وجكرية وين هبال الشيطان وتما جمارك واكل يا قوله قرئ ما لا يستجيبو من لا يستجيبو ما لا يستجيبو جوتب يعني بما يشغل فري فتكا كفرن فتكن دمرن في أنا بما يغطي أشم كي جاوي العقل سيسم بيحق هنا تهينكي قباز ندا ها شما ولا بلكي ها وإنما قال من نفسه وإنما قيل من نقال وإنما قيل من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب شما بمن يقول يعني بنا بعقل ما هو بجانن بعقل جرا ماي وهم شو قلت له وهم من وهم أمانة تفضل ضميري يعني من لا يستجيب وهم عن دعاء قاتل أمانة بعقلنا بله ضميرا من يجي أب عقله وهم شو ضميرا بعقله جمع مذكر عليه جاء اليوم بمن وهم شو ما قلت له لأنه شان هذا أسند إليهم حتى إسناد كني ببالوان فتكابا ما يسند إلى أول العلم أو تشتكي إسناد كني ببال أول العلم با بعقله با أو يجي من الاستجابة والغفلة جواب داينا دعايا وهم عن دعاي مغافلون كنت في جاية حوش دعاي وان غافلا نشتا نسبة غفلة جدايا وان غافلة جزاوي العقل رأي كتكرا جبي روح راتونيك وأليك ولأنهم كانوا يصفونهم اوان عبدا وصل اوان پوتكا دكن بتمييزي دبن اواناجي بعقلن فرقا باشي وخرابيه دكن دايجا يصفونهم جهلا وغباوة جهالتي اخو وجغبيتي اخو بعقلتي اخو وصل اوان بتمييزي دكن يعني نبي اوجي وقا اخوي عقلا نبي اوجي وقا اخوي عقلا يعني جوانا تمييز هي كارن حق وباطل جبقتين يعني شو دبين ما وقت عبادة كجوانا دبين شو تشتكي وانا هي يعني كيف يقول جرا هل في خال بطيها مرشان بحرة تتاخر هكا تشاب كا إجا أهلي ودري قلت له خال وخالش نبا والله تدين بكن أو تدين بكن فلان بكن بيوان بكن بشتي بكن تقوت انت ماني ماني ايو خالشي وان بدين دبا وانا جدبين ودي دارك زيارة كيجي كور بجاكوت من؟ بلي بلي من؟ ويجوز أن أن يريد كل معبود من دون الله ويجوز أن يريد كل معبود من دون الله من الجن والإنس والأوثان جاء كتب من لا يستجيب وهم يعني معبود غير خدا أو معبود غير خدا دبن كوش جنا را عبادت كن جي انسان را عبادت كن فوتك جي دنا غوان دانا فوتك بي عقل ني دب عقل فغلب غير الانسان جن و انس عليها لسر اوسانا لما بماني و بهم يانيه مثلا ابي كوش مريم را ابي كوش عيسى را ابي كوش عزير را ابي كوش ملايكات را عبادت كن ادي وقرئ ما لا يستجيبو بما يجاتيه ماي هاتي شكو حقي ماي شكي بريهم بعقل وقرئ يدعو
الآيات الكريمة ومن أضل يدعو من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب من دون الله غير الله يدعو غير الله من لا يستجيب يعني شونا أصلا من دون الله ومن أضل ممن يدعو إجا من يدعو شيدا بجمعنا من يدعو غير الله قال غير خديتك كي قال غير خديتك من لا يستجيب أصلا يدعو شو يدعو يا شونا من دون الله غير الله آنين له أقراته من دون الله يدعو غير من دون الله يدعو غير الله يدعو من دون الله يدعو غير الله من لا يستجيب ووصفهم بترك الاستجابة ووصفهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريق التهكم بها وبعبادتها وصف وان بترك استجابة كل لا يستجيب بها وهم غافلون دبيجة أبيا الطريق وطريق التهكم بيا طريق وكوان لهتكينة وبعبادتها وإيكو جوانا عبادة طيب هتكينة يعني تو بوتكي و جواب انكارن بدن و غافلن فكي جواب انكارن بدن غافلن يعني وجه هي جوان خلافتن كي جوانا عبادة أظلم يعني يعني انسان کی شيء تشتكي کو ب جان به کو جماده به او چوا جواب بده او غفلت يعني نسبت كنا بان تشتاج ببال وان خوبا بتناس كرنه ها يعني مثلا كاو چوا جواب بده او چوا غافل غفلت جوانا ولا نسبت كرن يعني شبنا رزيل كرنا وان و پوته وان ها يعني الو سيدا شو؟ ألو سيدا؟ تمام بل سيدا ووصهم بترك الاستجابة والغفلة طريقه طريقة في وصفه طريق التهكم بها طريقة التهكم بوانا وبعبادتها ويكجمار عبادتك ونحو بنزل ذي قوله تعالى إن تدعوهم أجاكم عبادتك وانبكن يعني قاضي وانبكن لا يسمعوا دعاكم ولا الدعاية ودنجدنا شوا ولو سمعوا أجاكم شخن نارة إن تدعو لا يسمعوا أجاكم قاضيك دنج نارة ولو سمعوا أجاكم سعبكم ما استجابوا لكم أو جوابه والنار وأنت جواب دايش مرق ويوم القيامة يكفرون بشرككم أو إنكارك وجمارة ووانكرية الشريك وغرطاخ أو إنكار أو يهيبكن قبول ناكن أمتنك من مكبوكي ونفر بعقل بحمق ماني بس أزونا والله وانت أنت خاطنا في أعتجي بخيني تمام بخين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين وإذا حشر الناس أختكوا بحشرني إنسان حتى حشري كانوا لهم أعداء أمام فتكا جوارا بالنيا وكانوا بابوتك بعبادتهم كافرين بعبادت كرنا ناسا جوانرا إنكار جينا قبولنا كبديوش مرا عبادنا كريا واشخور الشيطان راك وإذا تتلى عليهم آياتنا واختركوا آيات ما بيخوندن للسروان أوان آيات ما يكو بينات آيات ما يكو آتشخن نتن ويقابي قال الذين كفروا تبيجن أوانك كافرن للحق جبوا أجل كافرن جبوا أجل حقيرة كافرن
لما جاءهم وقتك أب حق قرآن تي باوان بيشد بي هذا سحر مبين بي ولا بي سحر كي صار أوتك نبي سحر لغة سحر يعني كا تو كلام خديني يجد بي وإذا تطلع عليه بينات مجمع بينة وهي الحجة والشاهد يعني وقتك بخمدن آيات ما أوان آيات ما جي حالو كوني وانجي حجة وشاهد حالو كوني وانجي حجة وشاهد ويا بينات واضحات مبينات آتخن وبيانا حق وباطل وباشي وخرابي تدنا كرني ياخذ جبوي معنا ولا مفي للحق كتبي الذين كفروا للحق أبلاما للحق مثلها وكوي لاما في قوله وقال الذين كفروا للذين يعني قال الذين كفروا لأجل الذين آمنوا واتنتش لو كان خيرا ما سبقونا لو ولا أجب يا خير بنا وفيش يا منات كتم بري وانا إيمان بانيا دم أن خير لو ما كون بري ما شفيا ما تفقي مقيل يعني أي تبيش للحق أي لأجل الحق وللذين آمنوا لأجل الذين آمنوا إجا وقال وإذا تطلع عليهم آياتنا آيات مبينات قال الذين كفروا الحق أبل الحق آيات القدانة سجنة والأرادوا بالحق الآيات تطلع عليهم آياتنا آيات وبالذين كفروا إذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين كفروا مراد الذين كفروا كنا المتلو عليهم إذا تطلع عليهم كدت كرات متلو عليهم كل قرآن سلوى امتيه خمدن يعني كل كفر عيني الذين كفروا المتلو عليهم هدو يك الذين كفروا وآياتنا حق أوجي والمراد بالحق الآيات بالذين كفروا كن المتلو عليهم فوضع الظاهران تحب الظاهر هاتنا الدانيني والذين كفروا وكل الحقية هاتنا الدانيني موضع الضميرين شونا تحب ضمير هاتنا الدانيني يعني شمكي أب تتلى عليهم آياتنا وتتلى عليهم أو أنا هدو جي عليهم كفر وآياتنا جي حقا شونا كدامي راجي بالوان وابكا شي قلت يكي قلت الذين كفروا داد نكرج قلت للحق كما وساكر يا فوضع الظاهران موضع الضميرين للتسجيل عليهم جبوت تقبل يعني ويكي كنت مهبك للسلوان بالكفر وابانا كافر وللمتلو او تشي قلت خاندن للسلوان جي تسجيل بك بالحق أو حقه وآيات خداي وكلام خداي لما جاءهم أي بادروه بالجحود ساعة أتاهم بادروه بدأوا يكرنا تسبيكرنا بالجحود بإنكاري ساعة أتاهم بساعة قهاتية بالواما أوان همن همن تسبيكاري وأول ما سمعوه إلك بعده بالإجابة ساعة وأول ما سمعوه إلك ساعة كرم دس بإنكاري كرم من غير إجالة فكر بك فكر خطيدا ببنبينين ولا إعادة نظرين وبك تيدا جاركي لي بنان تيدا تفكر بكن جاردن تيدا تفكر بكن بي في هوايا ما عورك هاتنا دس بإنكاري ومن عنادهم وظلمهم عنادا فان كافرايا أفان خدي بوتكايا وظلموانا أنهم أفان خدي بوتكا فان كافرا سموه تسمية قرآن دانا دان آيات دانا سحرا مبينا هذا سحر مبين
ظاهرا امره في البطلان لا شبهة فيه امري وي بي بان آياتا في حقي البطلانية دا ظاهرة اتشقة شبهة تنة لو مقبل سحر مبين رب العالمين متبا اصابكم الله خير كسينا اسكرنا قرآن بقلب ما حتى حجور اخوه عمل كنا فيه حتى مرنيت كان نصيبي متبكة سلام خدير رحمة